مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. في الفيديو ديال اليوم ومن بعد تحضيرات اللي وجدت البيبي شاور ديال بنيتها غادي نشوفو انصامبل لا ديكوراسيون ديال الشوكولا اللي درت. هاد لا ديكوراسيون اللي كتجي اقتصاديه وزوينه في المنظر كيف ما كتشوفوا لو ريزولتا ديالها. غادي نحتاجو 25 سنتيمتر ديال الروبان بور شاك مورسو دو شوكولا، وغادي نحتاجو لهاد لي ستيكر. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الطريقه اللي صيبت بها هاد لي ستيكر. اول حاجه كنحطو لو روبون على الشوكولا، كنجيبو الروبون من التحت وكندوروه دو فوا، عاد كنطلعوه من جناب، كنعقدو لا بروميير فوا، كنحاولو اننا نثبتو بلو دوا ونعقدو لا دوزيام فوا باش ما يبقاش لو غوبون ديالنا كيتحرك. الا خفتو انه يتحرك ليكم من الاول ديرو شويه ديال لاكول في الغوبون فاش يلاه كتحطوه، مي يلفو ايفيت نكترو لاكول باش ما يقش شوكولا. من بعد ما عقدت لا دوزيام فوا غادي نديرو ان بوتي نو كيف ما كنشوفو، كنشدو لو غوبون وكنديرو عقده من الفوق. من بعد ما كنعقدوه كنحاولو نقادو لا طاي ديال لو نو ديالنا باش ما تجيش كبيره بزاف على لو شوكولا، خاص لا طاي ديالو تكون كومباتيبل مع الشوكولا. و بار لا سويت غادي ننزلو لي بوم لتحت وغادي نقطعهم انكليني. كيف ما كتشوفوا لا ديكوراسيون كتجي غزاله، يعني نقدروا اننا ما نديروش كاع لي ستيكر، غير بلو روبون كتجي زوينه، كتجي بحال لومبالاج دان كادو. غادي نديرو نفس المراحل في كاع لي شوكولا ديالنا. هاد لي شوكولا كيتباعو عند لي كيبيعو مستلزمات الحلويات ولا مستلزمات الحفلات. غادي نتبعو نفس المرحله حتى نكملو كاع لا كونتيتي اللي عندنا. ودابا غادي نجيبو دوك لي ستيكر نديرو فيهم لاكول ديال البيستولي ولا اوهو بوماد ولصقوهم في لو بو ديال الغوبون ديالنا. من بعد ما ساليت زدت واحد شويه ديال لاكول ولصقت هادوك لي بو والستيكر فوق من شوكولا كيف ما كتشوفوا في الصوره، باش ما يبقاش داك الستيكر طالع بهذا المنظر كيف ما كتشوفوا. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناه ديالي دودي كوك باش يوصلكم كل جديد. وكيف ما دائما كنقول لكم ما تنساوش تقلبوا صندوق الوصف، غادي نخلي لكم كاع لي زيتاب اللي داز منهم البيبي شاور.